السلام عليكم. اليوم ان شاء الله جيناكم فواحد الوصفه ديال البنين. هذا البنين اللي غادي نديرو من طبيعه الحال البنين راه تيتقلى، هذا تيتقلى ولكن من الداخل تيكون ناشف حيلا ما مقليش. وان شاء الله ملي غادي نصوبو غادي نوريكم كيفاش تفرصيو البنين. راه كتعرفوا يتفرصا بكريم باتيسري بكونفيتور باللي بغيتو، راه كتعرفوا لافاص البنين. غادي ندوزو للعجينه ديالو، غير ما واحد الحقه ديال العجينه ديالو كتقضي ضروري الماكينه حيت كيخصها تقضي بحال الشكل ديال البريوش، هو ماشي العجينه بحال البريوش مي كتبين العجينه تكون مخدومه مزيان. نقولوا بعدا المقادير ديالنا حيت وي المشكل في المقادير، واخا هما المقادير تيكونوا في صندوق الوصف، في صندوق الوصف ما عرفت كيفاش الناس كيدخلوا شي. لا سبحان الله. المهم حنا غادي نعطيكم المقادير وطبيعه الحال راه ما في صندوق عندنا 500 غرام ديال لافارين، عندنا جوج بيضات، 40 غرام ديال السنيده، 20 غرام ديال الخميره ديال العجينه، 175 غرام ديال الحليب، 10 غرام ديال الملحه. اللي كنخليو هو الزبده ما كنديروها، اللي هي 75 غرام ديال الزبده الرطبه. انا ما كنعجنو بالكروشي فوالا. دابا هذا غادي نخليه تعجن الماكينه حتى تولي العجينه شاده مزيان، عاد غادي نديرو الزبده. ملي غادي يدير الزبده غادي نورا لكم كيفاش الوقت اللي غادي نديرو فيها الزبده. دابا غادي نخليو العجينه تعجن بوحدها. هانتوما دابا هانتوما العجينه هي شوفو كيتجمعات في الكروشي ديال الماكينه. دابا حيت كنبغي انا نسكت الماكينه غادي نهضر معكم باش مع لو بغيو ديال الماكينه ما كتسمعش الهضره. دابا عاد غادي نبقى لحيه الزبده شويه العجينه هي تعجنات فوالا شحال كي كتولي تقريبا شي 5 دقائق هي كتعجن ياك و حتى 10 دقائق يا نشعل على شي الفرن كتكون إلاستيك حتى هي تخدم مزيان. الا تخدمات مزيان غير هي واحد القضيه، شتي الا ما كانتش الماكينه بحال هكا ماشي يعني هادي اي روبو عجانه هانتوما شو العجينة كتكون مخدومة بحال كيخدمنا البريوش. إلا تخد ما باليد كاع ما تصدعوا راسكم، راه ما تخدمش لكم باليد، غادي الكورة هاكا راه هاد الخدمة هي اللي كتجعلها تعطينا ديك النتيجة. الكورة أنا كنخليها تبات في التلاجة ماشي في الكونجيلاتور، غير في التلاجة، وغدا إن شاء الله غادي نخرجها وغادي نقطعها ونخليها تخمر على راحتها إن شاء الله. إلا بيتو البريوش في التلاجة تيولي تياخد راحته مزيان، كيرومبوزي مزيان باش يلا ان شاء الله حتى الغدا ونشوفوها كي غادي تكون باش. السلام عليكم. لاباط ديال البيني اللي درناها هي خرجناها من الثلاجة بايتة، ها هي مبردة مع راسها مزيان وراه كديفلوبا شوية حيت بطبيعة الحال ما فيها الخميرة. رشو ليها شوية ديال الفرين. هادي هاد لاباط ديال البيني بحالها بحال ديال البراش لاباط خمرات لينا في الثلاجة ملي بات بيان سور خمرات هانتوما واش بقات ولات شادة كتقصح بيان سور كتقصح كتجي حتى ساهلة في التسراح وي تماما فوالا. دابا غادي نسرحوها. بالنسبة للتسراح العبار ديال التسراح هو أنا كنسرحها على جوج ديال لي راكل ها هما بحال دابا هانتوما غادي تاخدو شي غير طرف ديال العود هادو فيهم 6 ديال المليمتر. دابا هما يشوفوا شي حاجه باش علاش باش تجيكم لاباط مقاده. انا كنحطهم هنايا هي هاد لاسكيس زوينه كنسرح لاباط وكاينين هاد كاين عاوتاني هادوك الرولوات اللي فيهم العبار في الجناب ما عرفت واش عندكم ولا ما عندكمش، هادوك مزيانين حتى هما كتريكلو على العبار اللي بغيتي وتتسرح.
هذا بعد ملي كتديرهم صافي كيعطيك العبار نيشان كيجي كلشي لاباط مقاد كاين شي مشكل. هانتوما هي صلحتها، انا بغيت هذا العبار، ها هو عطاته ليا. فوالا حيت حنا دابا هنا كنعلموكم حتى لي زاستوس باش ديال الخدمه، واخا توريك حتى هي دابا كتكون عندك العبار ديالها كلشي قد قد في العبار ديالها حتى حيت هو الديني خصو يكون غلي. دابا هادي فيها هادي فيها 6 ديال لي مينيمتر. نتوما البورت بياس باش غادي نفتح انا البورت بيس باش غادي نقطع فيه 7 ديال المليمتر سنتيمتر. 7 ديال السنتيمتر. هذا فيه 7 ديال المليمتر ماشي 6، 7 ديال المليمتر هذا، وهذا فيه 6 ديال السنتيمتر، هذاك فيه 10% من هذا. حيت حنا بغينا لي بيني ديالنا يجيو هضويان يجيو صافي، ماكونش كبار بزاف. غادي نرش هاد البابي ديالي واحد شويه ديال لافارين باش بيني مليح من ما يلصقش ليا، ونحاول ملي كنقطع ما نحاول ما نديرش الديبري الضربه حدا الضربه. واحد هو هذاك الديبري تاعو غادي نسرحوه، ولكن نحاولوا ما نديروش شيء بالاحسن يكون عندنا واحد العدد كله متساوي ما فيهش تماما، حيت ديما وخصهم يكون وخصهم يكون واحد في سباس بين حيت غادي يخمروا غادي يكبروا. انا تقدروا ما ديروش كاع هاد لا غيكل كان بانه ما غاديش تكون طفره عندكم كلشي. المهم انا تنقول لكم شي حاجه باش يكون قاد العبار ديالكم وصافي، نتوما عينيكم مزيان. انا هادشي انا هادشي مطفره عندي حيت كنخدم به، ولكن نتوما ماشي ضروري تشريو ولا شي. من بعد اللي يديروها في بالهم باش يكون عندهم شي حاجه. اي نجار تقول لها فقط عليا واحد جوج العويدات يكون فيهم 7 ديال المليمتر في العلو، كثر ملي ماشي شي حاجه مكلفه. دابا مع هاد البيني دابا قطعتو انا كثير، غادي ناكل انا ونعطي الجيران ياكلوا معايا. راه غير نص كيلو د لافارين حيت البيني ما بغيش يبات عندي صافي خصني. او هاد البيني كنبغيو حتى فرمتان كيتعمل تما. دابا هاد لاباط هاد لاباط هي سميتو غادي نجمعها هادشي بحال كي كدير لاباط شويه ياك. غير ما نعجنهاش غير كنجمع شي فوق شي صافي ونحطها نسرحها. نفس الطريقة تماما باش يجيو باش نحاول نشدش ليا نشدش ليا الديبري حتى باش اللي بيني كلهم يكون نفس باقي الدواء العلو ديالهم. تما دابا نص كيلو شحال 4 16 حيت دابا هاد الديبري كيتجمع وهاد الديبري تيتجمع هو عمر الديبري ما تيكون بحال لاباط الاولانية. شحال خرج تما؟ غادي خرجو تقريبا 20 بياسة. بحال دابا هادو نسيتو نجمعهم تا هما ما نخليو هو تيبي يرتاح، ولكن حنا غادي نسرحو وصافي خلاص. دابا هادي هي المرحله اللي كنصلحو فيها. دابا غادي نخليوه حتى يخمر على راحتو قداش ما جلس لينا على حسب السخونيه وسخون الحال ولا بارد. دابا شويه الحال بارد، حنا غادي نقولو لهم شحال ديال الوقت صغرق لينا باش يخمر. وي تماما، هو الخميره بحال اي حاجه كتخمر عادي بحال الخبز. فوالا دابا يلا من بعد ما يخمر ما يخمر غادي تبارك الله خمر خمر كلشي باقي حتى وحده. دابا غادي نكومونسيو الزيت هي سخنات ياك، ونقصنا على العافيه علاش باش ماشي غير تشوط لينا من الفوق ويبقى لداخل خضر. نقصني نقصني بركة احنا نقصنا على العافيه. احنا غادي نديرو البين ديالنا بسم الله.
العافيه ما كانت الزيت ما كتكونش سخونه بزاف. لا على القياس على حسب هذا المقله فيها واحد 6 الكياسات تاع السباكه بارك عليها. غير هو هذا خصنا ديما نهزو الزيت ونعطيوها ليه من الفوق نبقى معاها هكا باش كيجينا مزيان كيفخ مزيان. ومن الداخل اللي غادي تلاحظوا ان شاء الله راه غادي يكون ناشف من الزيت بحال ما تقلاش في الزيت كاع. انا تبقى نقابلو انا بهكا حتى يدير ها انت ما الشكل كيدير وفخ الزيت باش يكون فخ لينا يجي يعطي داك المنظر ديال البينيي اللي دابا ملي كانوا جدو دابا هذا او ميم طون غادي نجدو لا كريم باتيسيير. باقي لا كريم باتيسيير غادي نجدوها باش غادي نفارسيو من الداخل. غادي ندير شي حاجه مفارسيه بلا كريم باتيسيير، شي حاجه مفارسيه بالكونفيتور، شي حاجه مفارسيه بكريم باتيسيير بالشوكولا. دابا عندكم الاختيار، يعني عندكم اختيار كونفيتور لا باتا تختيني نوتيلا ولا بغيتي يوم يتحمروا كاريمون ياك؟ تحمر بيان سو، تقلبوا راه صافي تقلبوا مرة وحدة. تماما هذه تحرقوا صافي هذه بغيتي تحمروا انتوما كيبان لكم خفيف طلع من الفوق فوالا صافي دابا مابقاش نعطي الزيت من الفوق صافي نبقاو هكا بزاف راه هكا طبعا كيجي خفيف تنبقاو هكا كيتحمر لينا صافي وكنحطو هنايا باش كينشف من كثر من الزيت وديك الساعة وي تمام كنرجعو لكم. بالنسبة لي بيني ها هو طب غادي نحلوه شي نوريو بعدا لي بيني اللي طاب هانتوما شوفو كيفاش هانتوما الداخل ديالو كيبان ناشف مفيش قطرة ديال الزيت. دابا هنا في لافارس درنا كريم باتيسيير على فاني قسمتها على جوج، النص هنا والنص درتو هنا درت فيه الشوكولا غيش ياك انا درت فيه الشوكولا غيش وبودر كاكاو ممكن وي دير بودر دو كاكاو الا كان شوكولا مي الا ما كانش دير بودر دو كاكاو. هنا انا عندي كونفيتور ديال فرامبواز ديال الفريز ديال الفريز درتو هو ممكن يديروا الورانج يديروا اكسار عندكم كيما هانتوما وجدوهم انا غادي نفارسي كي يحلهم فارسي شي حاجه فيهم شي فارسي ديال كريم باتيسيير نقادهم مزيان فوالا ديال الشوكولا ديال الكونفيتير هاد لي بوني راه كيجيو رائعين مشبعش منهم هذا هذا تقول واش بحال الا طايبين دابا عندك لو شوا يا اما كاتسو بودري عليهم السكر كلاسي هذا غادي نسو بودري عليهم وغادي ندير واحد ثلاثة اخرين هادو راه يجيو كوتي في العشية عرفتي ورمضان رمضان كنبغو لي بيني نديروهم فاس جامد كثيره بزاف تقدروا تفارسيون بلا كريم سيترون لي كل واحد يدير لوغو اللي بغا الكافي الكراميل بيستاش بزاف كاين ديال لي شوا هادو غادي ندير لهم هكا في السنيده كيتمرمدو في السنيده مزيان حنا اللي كنعرفو البيني في السوق في السنيده فوالا نشوفو شي اسيت هانتوما ضروري تجربو هاد لي بيني وتقطع لينا الكبار ما تنساوش تبارطاجيو تابوناو خليو التعليقات ديالكم مرحبا بهم
وشنو بغيتي نقول غريب بمناسبه انا دابا هاد لي كوكا نلوحو لكم شاك جو كنلوحو لكم وصفه ابتداء من غدا ان شاء الله غادي نبداو نلوحو لكم وصفه في يومين اييه لا حكيتاش معايا الخدمه ما كنخرجو شاي و حتى لا مارشانديز اللي عندنا ما تساعدناش باش نديرو كل كل نهار وان شاء الله راه غادي نديرو المباشر ومرحبا بالتساؤلات ديالكم ان شاء الله الاقتراحات ديالكم نديرو المباشر غنديرو لكم لايف ان فوا نكملو 1000 ديال ابوني غادي نبداو المباشر لي بيني